السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مرحبا بكم متابعينا الأوفياء، متابعين قناة أثاث ثقة. خاوتنا اليوم جبنا لكم واحد لاشومبر كوشي، أديها وما تخافش، كما يقول لك أديها وما تخافش، وعلى ضمانة الأخ عبد الرحمن. شوفوا الله يبارك لا فينيسيون تاعها، أون تري بيل فينيسيون، الخدمة تاعها كامل بالـ45 وأون بوا إتر. خاوتي شوفوا التصميم، حاجة كلاسيك، حاجة سامبل، فيها 3 بورت كوليسونت وفيها 2.30 متر، 2 مترات و30. والعلو تاعها ثاني من الاسفل للتاج الفوقا ثاني 2.30 متر. ها ليكم لاكوافيس اللي كل متابع وافي يجي لهنا نصحو بهاد لاشومبر، ولاكوافيس تاعها بزاف شابه. شوفوا خاوتي لاكوافيس ثاني، لي تيروار تاعها ثاني مخدومين بال45، ميم خاوتنا لاكوافيس اللي هنايا راهي اون بوا والخدمه الثانيه تاعها 45. خاوتي الاسم تاع هاد لاشومبر هو امايا 1، امايا 1، هكذا احبابنا. شوفوا لولي تاعها شحال جباب، لولي تاعها طري سامبل كيما راكم تشوفوا الخدمة تاعو، الخدمة تاعو بزاف هايلة في الآثر وجاي فلامي من الأعلى. هنا خاوتنا راه بسكاي كابيطوني بسكاي، اون تري بيل فينيسيون في الكابيطوناج. وهاي ليكم ثاني لا طابل دو نوي تاعها، لا طابل دو نوي تاعها ثاني مخدومة بال45 كامل تيروار، ومن الأعلى تاعها القاعدة تاعها آثر وخدمة بيان فيني. خاوتنا بعد ما تجولنا جولة خفيفة على هاد لاشومبر كوشي، دوكا نروحو نشوفوها بلي ديتاي. هكذا حبابنا كيما قلت لكم لارموار فيها 2 مترات و30، 2 متر 30، والعلو تاعها ثاني 2 متر 30. هكذا حبابنا عندكم على اليسار نشوفو المحتوى الداخلي بعد ما شفنا هذا الشكل الخارجي تاعها اللي راهو فيه هنايا على شكل قوسين، هنا عندكم مراية في الوسط. شوفوا المحتوى الداخلي، المحتوى الداخلي خاوتي ها واش فيها. فيها 4 إيطاجير على اليسار، 4 إيطاجير على اليسار، وشوفوا لا فينيسيون من الداخل، اون تري بيل فينيسيون ما شاء الله. خاوتي هاد لاشوم تاع تشريها وتهنى، تشريها ما تزيدش تحوس. شوفوا الاتر لا فينيسيون، شوفوا الضخامه تاع لونكادرمون تاعها في الاتر. هذه اي واحد يتمنى هاد لاشومبر كوشي. تفضلوا خاوتي على اليمين واش فيها، على اليمين عفوا في الوسط عندكم ايطاجير، وهذا الاسباس كامل لاترينغل تاعكم. الله يبارك. كما قلت لكم بالنسبه للخدمه تاعها راهي اون بوا اتر. عندكم هذا التاج ثاني من الاعلى اللي هذا هو اللي راهو طابعها. لو تلاحظوا معايا هنا راهي جايه على شكل قوس اوتوماتيكمون، لاكوافيس ثاني تجي هكذا على شكل قوس، ميم عندكم لولي اللي جاي في نفس الشكل. نروحوا لاكوافيس تاعها، لاكوافيس تاعها خاوتي كيما راكم تشوفوا فيها مخدومه ستيل بيرو، هذا لو ستيل اللي عاود رجع وراه داير حاله هذه الايامات. شوفوا المرايه برك تاعها اللي رون كادرمون تاعها ثاني راه اون بوا اتر. كاليا لوح الله يبارك، خدمه كامل بال45، وشوفوا برك لو تيروار تاعها كيفاش تفتح فاسيلمون بكل سهولة. لو تيروار يتفتح ويتغلق ثاني بكل سهولة، كامل التيروار على هذا النحو. فيها 5 لي تيروار بلوس اون بورت لهنايا، فيها 5 لي تيروار وفيها باب ستيل بيرو. وهاو ليكم لولي تاعها، بعد ما شفنا لاكوافيز نشوفو لولي. السرير تاعها فيه 1.60 متر على 1.90 متر، 1.60 متر عرض على 1.90 متر. واللي حاب يدي 2 متر في الطول، إذا كان طويل بيان سير يدي 2 متر في الطول، هو في 1.90 متر في لي نورم. هكذا حبابنا. وشوفوا ميم لو بتي دوسي، نورمالمون هذا ما يتخباش بتي دوسي. شوفوا برك الخدمة تاعو، سمحوا لي خاوتي، شوفوا الخدمة تاع لو بتي دوسي تاعها ثاني كامل أبانو، لونكادرمون تاعو كامل راه بالآتر، كولور هايلة مارون شوكولا كيما راكم تشوفوا فيه. دوكا نروحوا لطاب دو نوي نشوفوا المحتوى الداخلي تاعها، ونشوفوا اسكو فيني اسكو لا لا. نشوفوا لونكادرم الله يبارك تفتح بكل سهولة. شوفوا ميم هنا بالراية غليسونت، ها تتفتح وتتغلق بكل سهولة، جاية عالية على الأرض، مرفوضة بدي بي اون بوا اتر. ميم خاوتنا لارموار تاعكم مرفوده اون بوا اتر،
مام خاوتي لي دو طاب دو نوي جايين مام ستيل دي بي اون بوات عفوا لا كوافوز مام لولي مرفوض خاوتنا هاد لا شومبر اكوشي واش نقول لك اون شومبر اللي ديها وما تخافش كاع اون شومبر اللي تستاهل لي يلحق على الاتر هذه هي لا شومبر تاعك بسعر 17 مليون 800 17 مليون 800 بالنقل والتركيب ل 48 ولايه خاوتنا السعر تاع لا شومبر اكوشي زاد بصح الثقه ما زادش فيكم خاوتنا قالت لكم لو ميم بري تاع 17 مليون 800 بالنقل والتركيب ل 48 ولايه ما ننساوش خاوتنا لو باك بروموسيون اللي فيه سومي كوفري الماطلا دي 30 البورتمونتو البوف زوج مخايدو مسند اللي السعر تاعو هو 8.5 وعندكم لو باك دي 25 اللي السعر تاعو 6 ملايين فيه سومي كوفري الماطلا دي 25 البورتمونتو البوف زوج مخايدو مسند. نشكركم خاوتي على متابعه هذا الفيديو لي شرف طبعا اني نعرض عليكم هذه التحفه وننصحكم بها متابعينا الاوفياء. نتلاقاو ان شاء الله في فيديوهات جديده ونتلاقاو ايضا في البث المباشر اللي يوميا بعد 9 مساء والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.